تشكل الأحياء السكنية في جنوب شيكاغو منصة للفقر والعنف، ويمكن أن يزيد قرار إغلاق 50 مدرسة لأسباب اقتصادية من معاناة الجيل الشاب في هذه المنطقة، المحصلة للتوجه إلى مدارس أخرى، على الطلاب أن يمروا سيراً على الأقدام بأحياء تسيطر عليها العصابات. نعرف ما يمكن أن يحصل عندما يمر الطلاب عبر هذه الطرقات، لقد حصلت بالفعل عملية قتل. قلق هذا الوالد مشروع، إذ تعتبر العصابات المرور في الأحياء التي تسيطر عليها استفزازاً، خطر حقيقي بدأ يقلق العديد من الأسر. المسؤولون لا يرون هذا كل يوم، إنهم لا يعيشون هنا ولا يشاركون في هذه الخيارات، ولا يشاهدون الأمهات وهي تبكي، إنهم لا يشعرون بالمخاطر التي تهدد أطفالنا. ولمعالجة تلك الهواجس تريد المدينة استثمار 8 مليون دولار عبر تسيير دوريات لرجال بزي الشرطة غير مزودين بسلاح. يقول الطلاب إنهم باتوا يشعرون بالأمان على طريق المدرسة. بدأت الإجراءات تنعكس إيجابياً على الطلاب، إذ انخفض معدل الجريمة على الطرقات المراقبة، ولكن تلك التدابير ما زالت تقلق بعض الأسر في مدينة شهدت 500 جريمة قتل العام الماضي. ودع فريق المدرب أليكس فيريكسون فريق مانشستر يونايتد بعد أن فاز على سوانزي سيتي بهدفين لواحد في الجولة 37 وقبل الأخيرة من الدور الأنجليزي الممتاز، وشهد الملعب أجواء احتفالية امتزجت بالحزن في وداع شيخ مدربي بريميليج، حيث ودع الملعب النجم الكبير بول سكولز الذي قرر الاعتزال للمرة الثانية، ورفع اليونايتد رصيده بهذا الانتصار إلى 88 نقطة مغرداً في القمة بفارق 13 نقطة عن مانشستر سيتي. وخذ فيريكسون الذي أعلن الأربعاء الماضي أنه سيعتزل التدريب بعد أن أمضى أكثر من 26 عاماً مع مانشستر يونايتد، توج خلالها الفريق بلقب الدوري 13 مرة وبالكأس 5 مرات. I'm actually Alex Ferguson, by the way. If anyone wants autographs, get a kiss.